وده يا جماعة خلصنا من أول ترميلة معانا اللي هي الترميلة البدائية جدا أو ما صح اللي هي بداية اللي هي الأساسيات صيد السمك. الترميلة بتاعتنا طبعا لو أنت مثلا شغال على بريد أو نايلون
35 يبقى الترميلة شعر 30، لو 30 ترميلة 25، ده في معظم الأوقات إلا إذا مثلا بتصطاد مثلا بخيط مثلا 50 أو 60، ساعتها الترميلة ممكن تبقى 50، يعني مثلا لو 60 يبقى الترميلة 50، ولو 50 يبقى الترميلة 40. دي طبعا الطريقة دي هي يعني الطريقة البدائية أو بمعنى صح أساسيات الترميلات في صيد السمك. ديت كانت أول ترميلة معنا جماعة، ودلوقتي هندخل على تاني ترميلة، وهي إن أنت بتصطاد بأكتر من نوع، أكتر من سن في الترميلة. مثلا دي طريقة برضو حديثة جدا، نفس العادية جدا، إن أنت بتركب السنونة في السبحة بتاعتك، بس احنا هنا حاطين شعر أساسا ربطينه على السن. ودي أنا بحب الطريقة دي لأن الطريقة دي بتجذب السمك أحسن، يعني إذا كنت بتركب أي ورق عادي زي ده كده مثلا، أو بتركب ريش أي ريش عادي. بس أنا طبعا النهاردة هشرح ليها الطريقة البسيطة جدا الطبيعية المتداولة، اللي هي السن العادي بالمنظر ده بالترميلة بتاعتنا بالسبحة دي. ديت احنا دلوقتي واحدة واحدة ونعملها مع بعض. Thank you.
Mm-hmm.
كده يا جماعه يبقى احنا شرحنا الترميله العاديه اذا كنت بتصطاد مثلا بالدود او بالعجينه او كده، وطبعا بالغماز او بالنظام ده، وشرحنا طبعا النظام اللي انت بتصطاد بالنظام اللي هو الاكثر من خطاف او اكثر من سن على الترميله او المونتاج، وطبعا شرحنا تركيب الترميله بتاعه السمك الميت او الحي، طريقه تركيبها في الصناره بالطوقين. وطبعا يا جماعه في طريقتين دول اللي انا مش هشرحهمش في الفيديو ده، بس كانوا في حلقات سابقه، وهو طريقه عمل الهيرج او اللي هو بالبلدي طريقه تركيب الذره المسلوقه او كرات البويلز في الصناره، وتاني حاجه برضو عملها في حلقه سابقه الترميله ذات نفسها بتاعه الصيد بالسمك الميت او السمك الحي اللي هي في بالاثنين هيلب. دول يا جماعه اللينكين الحلقتين دول هسيب اللينكين بتاعهم في نهايه الفيديو. وكده يا جماعه بامر الله يبقى وصلنا باقصى ما يمكن اهم وانجح الترميلات او المنتجات اللي ممكن تستخدمها في صيد السمك. وكده يا جماعه وصلنا لنهايه حلقه النهارده، واتمنى انها تنال اعجاب حضراتكم. وما تنسوش لو حلقه النهارده عجبتكم محتوى القناه اعجاب حضراتكم الاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا ومع الف سلامه.